لم يكن يعلم عندما غادر منزله متوجها إلى مركز عمله في محيط السفارة الإيرانية أن قبولاته لأولاده الثلاثة ستكون الأخيرة. لم يخطر ببال طارق ابن 30 عاما أنه بمغادرته في ذاك الصباح سيحفر جرحا في أعماق أبويه وإخوته وزوجته وأحبائه. ودعت الأوزاعي ظهر اليوم ابنها طارق أبو ظاهر الذي قضى شهيدا في تفجيري الأمس من مستشفى الرسول الأعظم إلى منزله نقل ليكون وسط أحبائه في مشهد مختلف ما اعتادت عليه أمه المفجوعة. ابني راح فدى الإمام الحسين ويكون على سمع العالم كله. ابني فدى الإمام الحسين ويكون على سمع العالم كله. واللي ما عجبه يضرب راسه بالحيط، واللي ما عجبه يضرب هزمة. كان عم ياكل ابني ساندويش، طلع أول انفجار، زتم إيده وركض لينقذ العالم، طلع انفجار الثاني، راح ابني هيك. وسط زغاريد النسوة وصيحات لا إله إلا الله ولبيك يا زينب كان الوداع. نحن تعلمنا نموت ونستشهد، نحن عم ننقذ الأرواح. الشهيد طارق مات وعم ينقذ الأرواح، هن بيموتوا كلاب، هن عم يفجروا ويقتلوا البشرية. جثمان الفقيد نقل من منزله في منطقة الأوزاعي إلى جبانة البلدة، وشارك في التشييع رئيس المكتب السياسي في حركة أمل جميل حايك وفعاليات حركية وأهالي البلدة. ونحن عم نعتبر أنه الإرهابيين والتكفيريين عم يكملوا الدور الإسرائيلي بالمنطقة، ومثل ما تواجهت إسرائيل بالوحدة الوطنية بالمنعة الوطنية مفترض مواجهة التكفيريين والإرهابيين بنفس الوحدة، وهذا عنوان نحن متمسكين فيه بالكامل. إذا كان الهدف هو جر البلد لأتون فتن، نحن بنعتبر أنه رغم الجراح ورغم الآلام بدها مزيد من الوعي والصبر والحكمة لتفويت الفرصة على كل من يحاول أنه ينتقم من هذا البلد، ينتقم من وحدته، ينتقم من تماسك أبنائه. وبعد الصلاة على جثمانه وري الشهيد في الثرى. أنصاري لك والتاريخ يشهد علينا، لو 100,000 موتا نموت لأجلك رضينا. أنصاري لك والتاريخ يشهد علينا، لو 100,000 موتا نموت لأجلك رضينا. شرق أمتنا هدف ثوراتنا، شرق أمتنا هدف ثوراتنا. أنصاري لك والتاريخ يشهد علينا، لو 100,000 موتا نموت لأجلك رضينا. أنصاري لك والتاريخ يشهد علينا، لو 100,000 موتا نموت لأجلك رضينا.